هذه واحد وقفة احتجاجية إندارية أخذها الإخوان المهنيين محطة ولاد زيان بمشاركة ديال ثلاثة ديال الهيئات النقابية الاتحاد الوطني السيارة الأجرة بالمغرب المنضوي تحت الاتحاد العام لقانون المهن الفيدرالية الديمقراطية الفيدرالية الديمقراطية للشغل الفيدرالية المهنية للنقل والخدمات. هذه واحد وقفة احتجاجية خداو الإخوان على أساس ذاك الشرطي اللي تعتقل وتيتم على ولاده وهذا الشيء راه ماشي معقول وهذا الشيء ما تيتقبلوش العقل لأن سنلاحظوا في محطة ولاد زيان اللي تنشتغلوا فيها كاين عدة مشاكل تيعيشوها الإخوان المهنيين وكذلك المواطنين اللي مسافرين مع الدراجات النارية اللي كيسرقوا الإخوان ديالنا المهنيين والمغاربة بصفة عامة. فلهذا تنستنكروا هذا المشكل اللي وقع لهذا الشرطي هذا حيت لا يعقل ان واحد الشرطي خرج من المنزل ديالو باش يحمي المواطن ويحمي المهنيين وفي العشيه تنلاحظوا راه دخل السجن لا يعقل. وهذا المشكل هذا كيتحملوا المسؤوليه الناس اللي ما غطاوش هذاك الروكار ديال القادوس هما اللي كيتحملوا المسؤوليه ديال الحادثه وديال الموت ديال ذاك المواطن ماشي ذاك الشرطي. ما الشرطي كيأدي الواجب ديالو الوطني حيت حنا في بلاد الامن والامان وفي بلاد الديمقراطيه والشفافيه والحمد لله هذه البلاد هذه راه مزيد بها سيدنا الله يجزيه بخير والله يطول لي عمره القدام. ولكن تنتمناو من جهات المسؤوله بما فيهم وزاره العدل ووزاره الداخليه تاخذ القرار باش هذا الشرطي هذا يخرج من السجن. كنستنكروا هذا الاعتقال ديال الشرطي لان الشرطي هو الامان ديال البلاد ديالنا. يمكن تفاجئوا بان الشرطي كيأدي الواجب ديالو تلقاو حقه راه دفعوا مات اما الاجر راه وفل سي عثمان الوالد عثمان رحمه الله في هذا اليوم الجمعه لان الاجل ديالو وفى ولكن باش يتعاقب بوليس يأدي الواجب ديالو هذه ما دخلتش لنا حنا كمواطنين ما دخلتش لنا لا حيت لا تأدى الامن وتأدى بهذه الطريقه ما غيبقاش عندنا الامان. ولا بغيتوا تشوفوا خير دليل هو من نهار وقع الواقع شوفوا نسبه الجريمه كيفاش طلعت. هذا هو اللي غنقول لك اخويا وكناشد مدير الامن مره اخرى باش ياخذ بيد هذا الشرطي كتحملوا مجلس المدينه. ايوا شكون المسؤول على البنيه التحتيه ديال راه مجلس المدينه هو اللي كيتحمل مسؤوليته. ما الا كان ما قادوش وتحملوا شرطي انا ما دخلش ليا دماغي.